المشاهدون الكرام حبابكم، وإن شاء الله دائما سالمين وتامين ولامين. يتجدد لقاؤنا بكم ومعكم وعبركم في نادي الاعترافات لنقلب في هذه المرة دفاتر التاريخ، ليس بالوقائع ولكن بالحقائق الكاملة وبالاعترافات الواضحة. يسرني جدا أن يكون معي أستاذا خبره الناس وعرفه الإعلاميون، بل وزع صيته كثيرا حيث عمل بأجهزة الإعلام داخل وخارج السودان، وكان في فترة العمل السياسي الوطني في حقبة الاستعمار الثنائي، كان من النجوم اللامعين والمعروفين في العمل العام، وهو الأستاذ محمد خير البدوي. مرحب بك يا أستاذ، حبابك، شرفتنا هذه الاعترافات. شكرا جزيلا. أخصرت مزعاد الزمان فأخصره، وغفرت لما جاءني مستغفرة. ما كنت أرضى يا زمان لو أنني لم ألق منك الضاحك المستبشرة. يا مرحبا، قد حقق الله المنى، فعلي إذ بلغتها أن أشكره. نعم، يعني أشكر جميع الضاحكين والضاحكات والمستبشرين والمستبشرات الذين أعادوني والزمان القهقرة. أولوني يعني مزيد أو شحنة كبيرة جدا من التكريم والتقدير والرعاية والاهتمام. نعم. وفي اعتقادي أو أنا واثق إن كل ذلك لآخرين ممثلين في شخصي، هم زملائي ورفاقي في أعضاء رفاقي من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاتحادين الأبروفيين، خضر حمد وإبراهيم يوسف سليمان وحسن الكد وحماد توفيق وإبراهيم وحسن عثمان إسحاق وعبد المنعم حسب الله وعبد الله مراني. نعم. وكذلك برضو أشياخي في أو أشياخي من مؤسسي الحزب الجمهوري الاشتراكي. يعني أذكر منهم إبراهيم بدري ومكي عباس، كله يا استاذ احنا حنتكلم عنه، وعبد الماجد احمد. نعم. وقربت انتهي. نعم. وكمان رجال الاداره الاهليه. نعم. ابراهيم موسى مادبو ويوسف العجب ومحمد حلمي ابو سن. نعم. وسرور الرملي. نعم. وحاج محمد. نعم. ابراهيم فرح. ومن الجنوبيين ادوارد ادوك وسيريسيو ايرو. نعم. الأسماء دي كلها موجودة طبعا في التاريخ، قريناها وعرفناها وعرفنا أدوارها، ولكن أنا في هذه الحلقة أو في نادي الاعترافات أريد أن أتجول معك حول وقائع التاريخ لنحللها. نحن عايزين من خلال هذا اللقاء نخرج بأكبر قدر من المعلومات الغير مكتوبة في التاريخ. يعني أنا أرجو أنه نحن أن نسجل اعترافات تاريخية لوقائع لم تكتب بعد. يا أستاذ، أنت أستاذ محمد خير بدوي من مواليد سنة كم؟ 1926 27. 1926 أواخر 26 وأوائل 27. 27 يعني ما متأكد، يعني في الشتاء. في الشتاء. 1926 27. طيب وين الميلاد كان؟ الميلاد في الرباطة في قرية القلاع. نعم. معناه أنت بتتذكر أشياء كثيرة جدا، يعني نستطيع أن نتحاور معك يمكن من ثورة 1924. يعني أنت طبعا اتولدت بعدها ولكن بسنوات قليلة، يعني ربما تكون لقيت آثاره ولقيت بصماته في الواقع موجودة. والله أنا كنت محظوظ.
يعني عايشت وعاصرت واحتككت بكثيرين من الذين اشتركوا في اللواء الأبيض وجمعية الاتحاد السوداني. أنا من هنا أبدأ معك. أنا من هنا عايز أبدأ معك. أنا خليتك قلت شعر وخليتك بديت بداية وجدانية واتكلمت عن الميلاد. بعد ده خلاص إحنا عايزين نخش في الحقائق، حتى لو كانت هذه الحقائق مرة وقاسية، ولكن يجب أن يكتب التاريخ بتفاصيله، حتى إذا كانت هذه التفاصيل مؤلمة وكانت قاسية، ولكن هذا هو التاريخ. والتاريخ أنياب وأظافر يا أستاذ كما تعلم. تاريخنا السياسي أو تاريخنا السوداني بشكل عام المكتوب ده، هل أنت بتعتقد أنه ناقص ما مكتمل؟ ناقص جدا جدا، ناقص وما جداً مكتمل وغير مكتمل. جميل جدا. الخلافات الفكرية والسياسية والمصلحية، بين قوسين المصلحية دارك تركز لي على شديد جدا، ظلت ملازمة للشخصية السودانية منذ فترات النضال الوطني في مواجهة المستعمر. هل تعترف بذلك؟ أنا لا أعترف بذلك. أول حاجة، السودان لم يكن مستعمر بريطانية. كيف؟ والبريطانيين لم يكونوا مستعمرين. السودان كانت تديره وزارة الخارجية البريطانية نيابة عن الحكومة المصرية والحكومة البريطانية. أما المستعمرات البريطانية فكانت هنالك وزارة اسمها في لندن اسمها وزارة المستعمرات والكومنولث، دي موجودة في لندن. طيب اسمها وزارة المستعمرات، إذا معناها مستعمرة بعض الدول. لا، لكن مستعمرين كثير. نعم، المستعمرات. نعم، في أفريقيا. نعم، إذا دي فترة استعمار. لكن السودان كان تابع لوزارة الخارجية، ليست له أي علاقة بوزارة المستعمرات، مما يعني أنه لم يكن مستعمرة. تابع لوزارة الخارجية البريطانية. تابع لوزارة الخارجية البريطانية. وبريطانيا استفادت من خيرات السودان ومن موارد السودان وطبقت نظام إداري بريطاني في السودان. أنا أقول لك بوجه عام. نعم. النهلة بتصنع العسل بتاعه ما عشان أنا وإنت نجي نأكله، بتصنعه عشان أولاده، لكن نجي نحن نأكله. فالبريطانيين في السودان مثلا عملوا مشروع الجزيرة عشان يأكلوا أولاده، جينا أكلناه نحن. بالضبط كده. يعني مشروع الجزيرة في يوم من الأيام كان بيمثل أكثر من 70-80% من ميزانية السودان. ونفس الكلام يقال عن السكة الحديد. أنت كأنك دار تقول يعني يا ريت لو بريطانيا لا زالت موجودة. لا أقول ذلك. وإنما أؤكد أن بريطانيا هي أو الإداريين البريطانيين هيئوا السودان للاستقلال التام الكامل. وكانوا مؤمنين جدا بأن السودان مهيأ. هيئوا خدمة مدنية ومشروعات زراعية ومشروعات صناعية وكده. يعني عندك مشروع الزاندي مثلا في الجنوب، ده أكبر مشروع أجرو إندستري في أفريقيا. فكان السودان مهيأ للاستقلال. و يعني أقدر أقول باختصار إنه الاستقلال السودان تم وفقا لمخطط وضعه الإداريون البريطانيون ونفذ بحذافيره. طيب يا أستاذ، أنا قبل ما أجي للحتة بتاعت الاستعمار، الخلافات الفكرية والسياسية زي ما قلت لك قبل، والمصلحية القائمة على نظرية المؤامرة ظلت ملازمة للشخصية السودانية منذ زمان، بدليل أنه في عنفوان الحركة الوطنية ومقاومة للمستعمر البريطاني حدثت انشقاقات وخلافات. يعني جمعية الاتحاد انقسمت وتشرزمت إلى مجموعات، أبرز جمعية اللواء الأبيض عام 1924. أول حاجة، ما الأفكار كان لها دور ثانوي في الحركة الوطنية. الحركة الوطنية كانت تدور بين الاستقلال أو وحدة وادي النيل. كانت الأفكار والمشروعات والبرامج دي ثانوية.
أنا بحترم ما عدا حزب الاتحادين الأبروفيين كان عنده برنامج برنامج اشتراكي. هو محسوب على الحركة الاتحادية؟ يس، كان عنده برنامج اشتراكي، ده الحزب الوحيد. لكن الأحزاب الثانية ما عندها أي فكرة لوحدة وادي النيل. حتى نوعية الوحدة كانت ما يعني ما مقررة بطريقة معينة. فيما يختص بجمعية الاتحاد السوداني اللي هي أول تنظيم سياسي في أوائل العشرينات، أول حاجة كلمة الاتحاد لا تعني الاتحاد مع مصر. هم كانوا معجبين جدا جدا بجمعية الاتحاد والترقي التركية، كان مصطفى كمال الأتاتورك. أيوه. وعشان كده سموا الجمعية جمعية الاتحاد. ما كانوا ما بيقصدوا الاتحاد مع مصر، ما بيقصدوا الاتحاد، وما محسوبين على الحركة الاتحادية، وما محسوبين، وكانوا النشاط بتاعهم كان سري. يتركز بصفة خاصة في المنشورات. عشان كده في عدد كبير جدا من وكلاء البريد أعضاء في جمعية الاتحاد، زي بابكر القباني، زي خالد فرح، زي الطيب مرغني شكاك، زي صالح عبد القادر. ففي عدد كبير جدا من موظفين البريد والبرق كانوا أعضاء في الاتحاد، ومهمتهم توزيع المنشورات. لكن ظهر فئة منهم بزعامة عبيد حاج اللبين عايزين يعملوا في العلن. ففعلا ما انسلخوا من الاتحاد. لكن كونوا جمعية اللواء. الاتحاد جمعية اللواء. نعم. طيب يا أستاذ، حقيقة أنت الآن اتكلمت في محطات أنا بعتقد أنها مهمة جدا. تكلمنا قليلا بمسحة ربما تكون جديدة عن الاستعمار البريطاني، باعتبار أنه هو ليس استعمار كما تفضلت. أيضا تطرقنا لجمعية الاتحاد وجمعية اللواء الأبيض، الحقائق المتعلقة بهاتين المنظمتين السياسيتين اللتان أو اللتين ظهرتا في العشرينيات. أنا حقيقة حاستمع لوجهة نظر أخرى ربما تكون لهذه الشخصية رأي مغاير. حقيقة أنا حريص جدا نطلع من هذا اللقاء المهم بحقائق تاريخية جديدة نعترف من خلالها بالوقائع كاملة غير منقوصة. أنا معي البروف عبد الله حمد الله، وهو مؤرخ، رجل أكاديمي صريح وواضح جدا، يتحدث في كل الملتقيات التي لها علاقة بالفكر السياسي التاريخي، يتحدث بشفافية ووضوح. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك الأخ عادل، وأهلا وسهلا ومرحبا بأستاذنا وصديقنا الكبير محمد خير البدوي. شكرا دكتور. حقيقة نحن كما استمعت تحدثنا عن محطات تاريخية تتعلق ب يعني المنظمات التي بدأت تظهر في العمل السياسي المقاوم للمستعمر منذ العشرينات، جمعية الاتحاد، اللواء الأبيض، ثم تحدثنا عن الخلاف الذي وقع، ومن بعد ذلك تطرقنا ل يعني الخلافات الفكرية والسياسية التي بدأت تطل برأسها منذ تلك الفترة. أنا حقيقة والاستعمار البريطاني عايز تعليق منك واضح حول هذه الوقائع كما فندها أستاذنا محمد خير البدوي. النقطة الأساسية في حديث أستاذنا محمد خير البدوي أن السودان لم يكن مستعمرة إنجليزية. نعم. النظرية نتفق معه، لكن عمليا قد اختلف معه. ويعدل الاتفاق والاختلاف من الآتي: من أين استمد الاستعمار مشروعيته؟ استمدها من اتفاقية يناير 1899. اتفاقية يناير 1899 أهملت مسألة السيادة على السودان، لكن نصت على أن السودان يحكم عن طريق
حاكم ترشح بريطانيا وتعين مصر. نظريا يمكن أن ترشح بريطانيا من أي مكان في العالم، لكن عمليا بريطانيا لم ترشح إلا من إنجلترا، والطاقم الإداري الذي عمل في الإدارة البريطانية كله من إنجلترا. لماذا؟ بريطانيا كانت تود أن لو كان السودان مستعمرة إنجليزية، لكن للآتي: بريطانيا نظرتها لأفريقيا استعمار ماشي من الشمال إلى الجنوب، من الإسكندرية إلى رأس الرجاء الصالح، وفرنسا استعمار ماشي من الشرق إلى الغرب، فلا بد أن يتقاطع الاستعماران في منطقة ما. هذه المنطقة كانت فشودة. نعم. وكيتشينر بعد معركة كراري لم يصبر في أمدرمان طويلا، بل اتجه مباشرة نحو الجنوب. نعم. والتقى بمارشان. طيب، الاتفاقية برلين التي نظمت الاستعمار نصت على أن من سبق إلى احتلال أرض فهي له. ومارشان سبق كيتشينر. فهنا ما كان يمكن أن يسحب مارشان إلا بعد أن سأل كيتشينر لمن هذه الأرض، فكيتشينر طلع له العلم بتاع تركيا، لأن تركيا كانت تحكم السودان، قامت الثورة المهدية، انتهت تركيا، الآن تركيا استعادت. يعني السيادة حقيقة إلى هنا كان ينبغي أن تكون إلى تركيا. نعم. لكن بريطانيا أرادت أن تتخلص من فرنسا، ولذلك بعد أن تخلصت منها جاءت بهذا النص المبهم الذي يثبت لها الاستعمار الفعلي عن طريق الحاكم العام والسكرتيريين والمفتشين وكل الطاقم الإداري بدون أن ينص عليه. نعم. ومن ثم فأنا يعني أتفق جزئيا مع الأستاذ محمد خير عبد القادر في أن السودان لم يكن تبعا للمستعمرات وزارة المستعمرات، بل تبعا لوزارة الخارجية، ولكن هذا اقتضته ضرورة جعلت الاستعمار نظريا ليس لبريطانيا لكن عمليا لها. طيب يا دكتور، نحن سألنا سؤال مباشر برضو عاوزين فيه اعتراف تاريخي. هل الخلاف والنزعة التي تقوم على الرأي والرأي الآخر لحد الانقسام سيمة في الشخصية السودانية، بدليل أن منظمة أو جمعية الاتحاد وجمعية اللواء الأبيض كانتا ثمرة لخلافات وانقسامات ظلت ملازمة للشخصية السودانية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، هل تعترف بذلك؟ الاختلاف بين اللواء الأبيض وبين جمعية الاتحاد لم يكن اختلاف في الهدف، لكن اختلاف في الوسيلة. نعم. جمعية الاتحاد كانت تعمل بسرية شديدة جدا وتريد أن تصل إلى هدفها بهذه السرية. اللواء الأبيض كانت تريد أن تعمل بصورة علنية، ولذلك المنهجين مختلفات. الاختلاف لا يعود كما قلت إلى اختلاف الهدف، لكن يعود إلى اختلاف الوسائل. وبالمناسبة هناك حساسية عالية بين جمعية الاتحاد واللواء الأبيض، لأن أعضاء جمعية الاتحاد يفتكروا في أن اللواء الأبيض أجهض المخطط اللي هم كانوا ماشيين به. بابكر قباني الله يرحمه قال لي لو نحن مشينا بالمخطط اللي كنا واضعينه في جمعية الاتحاد كنا وصلنا إلى هدفنا، لكن قاموا الجماعة ديل. فالاختلاف وسائل وليس اختلاف غايات. نعم. طيب يا دكتور، أنا برضو دار أرجع بك شوية لتاريخ قبل كده. أنت رجل جريء ودائما في الملتقيات العامة ما تعترف من خلال وقائع أو من خلال معلومات أو من خلال تحليل تتحصل عليه أنت بحكم مجالستك لكثير جدا من الرموز التاريخية التي كانت إلى عهد قريب حية وموجودة. هل بتعتقد، وده أنا داير فيه تحليل، اغتيال غردون باشا في حقبة الثورة المهدية، هل كان الاغتيال خطوة موفقة وخطوة صحيحة، خاصة وأن أنه قيل إن الإمام المهدي لم يكن ليرغب في اغتيال غردون باشا؟ في الثورة لا يستطيع الإنسان أن يسيطر على الثائرين. نعم. لأنه الثورة اندفاع حماسي
لغناعة طبعا، لكن اندفاع حماسي. وإذاك لا يستطيع أن يسيطر الإنسان، إنما عموما غردون وغير غردون وأي شيء، مبدأ الاغتيال مبدأ غير صحيح، مبدأ غير صحيح. والمهدي لم يكن يريد الاغتيال، لكن بس اسمح لي هنا في كلمة رائجة، في كلمة رائجة جدا، في أن المهدي أراد أن يستبدل غردون بأحمد عرابي، عرابي بغردون. نعم، عرابي بغردون. نعم، أنا ما لم أجد ما يؤيد هذه المقولة، وأعتقد أن هذه المقولة تولى كبرى محمود القباني وأزاع، ثم بعد ذلك سارت هذه المقولة. طيب، سؤال أخير يا بروف في الجزء ده، نرجع للأستاذ ونرجع لك تاني. الجمعيات الأدبية ثم السياسية في السودان، هل بتعتقد أنها كانت مخترقة؟ طبعا كانت مخترقة. جمعية الاتحاد نفسها مش في 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 من بلغ عنها، واحد من اعضاء كان يعني عين للانجليز في داخله، ومش الجمعيه تفرتقت خالص لحد ما ابراهيم بدري قال ابياته، قصيدته بيقول فيها: من ارض من اجل فرد خاين تبغون حل الاتحاد، والمرء يقطع زنده خوف التسمم والفساد. اللواء الأبيض نفسها كانت مخترقة. ولو قريت كتاب محاكمات اللواء الأبيض الذي كتبه سليمان كيشة، يعني هناك شخصية أثارت جدل، عمل في مسلسل قبل كده أثارت جدل، لكن ثابت بالوقائع طبعا كانت مخترقة. الجمعيات دي طبعا جاءت في الثلاثينات. إدروت عطية كان عضو في 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 في, في جماعة أولاد الهاشماب، وكان بيحضر. وإدروت عطية طبعا أستاذ محمد خير بيعرفه كويس، هو مكتب الاتصال العام اللي هو العين على الجمعيات. ما في حاجة في السودان لم تكن مخترمة. ما فهمت العين يعني شنو، اشرح لنا اكثر. العين جاسوس. انت بروفن هذه الاعترافات. العين جاسوس. جاسوس. جاسوس لمن؟ نعم، جاسوس للانجليز. للانجليز. طيب يا بروف، نرجع ثاني للاستاذ محمد خير البدوي، اذا كان عندك كلمتين ثلاثه. والله عندي كلام كثير قبل ما عندي كلام كثير على المحاورات، على الكلام اللي قاله الاخ عبد الله. نعم، وكله كلام صحيح، لكن عايز توضيحات. نعم، مثلا بريطانيا، انا لا استبعد انها عايزه تستعمر السودان، لكن السودان كان عنده وضع خاص. انت تذكر انه في مؤتمر برلين، نعم، اللي تقاسموا فيه القاره الافريقيه. نعم، مؤتمر برلين ده كان وراءه بصفه رئيسيه المانيا، وألمانيا طبعا حليفة لتركيا، واعتبرت السودان يعني جزء من التابع لتركيا وحاجة بشكل ده. عشان كده السودان كان عنده موقف خاص في الصراع حول أفريقيا. الحاجة الثانية، إدوارد عطية، يعني يمكن حكاية يسمعها دي الوقت الأخ عبد الله، هو خريج جامعة أكسفورد وسوريا أو لبناني شامي بيسموهم، فلما جه هنا عايز يشتغل إداري زيه زي الإداريين الثانيين البريطانيين اللي تخرجوا من من أكسفورد، لكن ما عينوه مفتش، فتعين في مكتب السكرتير الإداري ومنها مكتب الاتصال العام وكده. لكن الحكاية اللي عايز أقولها إنه في أوائل الستينيات في دبلوماسيين اثنين بريطانيين من بيروت، ما أتذكر اسمهم دلوقتي، هربوا من بيروت لروسيا لموسكو، وظهر إنهم شيوعيين وإنه في تنظيم للشيوعيين في جامعة أكسفورد وكده، لأنهم الاثنين خريجين جامعة أكسفورد. فكان جرت تحقيقات عريضة جدا جدا، من ضمن التحقيقات اعتقلوا إدوارد عطية، وظهر إنه إدوارد عطية ده اللي قايمين وقلنا استعمالي شيوعي، إنه شيوعي.
الحاجة الثانية اللي عايز أقولها إنه جمعية الاتحاد السوداني فعلا كانت جمعية سرية وما كان في اختلاف بينه وبين هل عبد الله والاتفاق إنه إبراهيم بدر هو المؤسس بتاع الجمعية دي. وعلى فكرة عبيد حاج اللمين نفي للجنوب. نعم. وده السبب اللي خلى إبراهيم بدر يمشي يشتغل في الجنوب. عشان يكون قريب من عبيد. من عبيد. أنا قبل بديت كلام. نعم. وما خليت يكون تميته. أي. استقلال السودان بنحتفل به الأيام دي. أي. تم ونفذ وفقا لمخطط وضعه الإداريون البريطانيون. ونفذ بحذافيره. فيما عدا حاجة واحدة. اللي هي السودانة. فيما عدا ذلك كان مخطط بريطاني وضعه الإداريين البريطانيين. طيب يا أستاذ. أنا لأنه أسئلتي كثيرة جدا. مؤتمر جوبا 1947. أيوة أنا جايك على أنا دارس على هنا. مؤتمر جوبا 1947. أيوة. هل هو غلطة وطنية مبكرة؟ ربما يعني كانت رسالة قديمة جدا لمستقبل انفصال لجنوب السودان. أولا هذا المؤتمر قرر وحدة الجنوب مع الشمال. وكان بداية المخطط للاستقلال اللي قلت لك. ونحن كنا غلطانين وبنفهم دائما الحاجات بالعكس. روبرتسون لما جاء راجع من المؤتمر دخل في مشاكل وصراع مع الصحفيين وكسر قلم ومعركة طويلة، مع انه مؤتمر جوبا او القرار الاول كان الانفصال. لكن روبرتسون رفض القرار. وابعد اي شخص له علاقه بالإفساليات ابعدهم وحرمهم من التصويت. وحصل التصويت في مجموعه ضيقه هي التي اصدرت القرار بوحده الجنوب. وزي ما قلت لك يعني المؤتمر ما لبى تطلعات الجنوبيين. مؤتمر جوبا 1947 تطلعات الجنوبيين حتى بعد الاستقلال ما تحققت، لذلك حالة القبن ربما ظلت متراكمة. والله خليني أقول، أنا قلت لك إنه المشروع المخطط ده نفذ زي ما عايزين الإنجليز ما عدا السودانة. نحن في الجمهور الاشتراكي، والجمهور الاشتراكي الحزب الوحيد في تاريخ السودان فيه أعضاء مؤسسين جنوبيين في وقت أعضاء عاديين في الأحزاب الأخرى ما موجودين. وكنا بنعتبر نفسنا، كل السياسيين الجنوبيين كانوا معانا ما عدا بوسطيو. فكنا بنعتبر نفسنا ناطقين باسم الجنوب بمثل الجنوب. نعم. فلما جاءت السودانة حصلت خلافات بيننا وبين الأحزاب. نعم. نحن كنا عايزين تتم تدريجيا وتراعى فيها ظروف أمنية واقتصادية والكفاءة وحاجات زي دي. الحكومة الوطنية رفضت. وحتى أنا أتذكر هيأت اجتماع بين ستانسلاوس وإبراهيم يوسف سليمان اللي كان رئيس السودانة في بيت محمد ابراهيم النور نائب رئيس القضاء، وحاولنا نحل الحكايه دي لكن ما قدرنا. فشلنا. حصل بالضبط انه كان في 800 وظيفه يشغلوها بريطانيين. فنحن بعد ما خلاص يئسنا منه قلنا له طيب ال 800 وظيفه دي ادوا منها الجنوبيين 40. والجنوب ما عندهم اي مطلب غير كده، لا فدراليه ولا انفصال ولا اي حاجه. ومبسوطين جدا بالحكايه دي. بدل ما يدوهم 40 من ال 800 وظيفه ادوهم 2.
عشان كده ولع الثاني يوم في توريت ودي بداية المشاكل. التمرد الأول. التمرد الأول المستمر لغاية الوقت. طيب يا أستاذ أنا داري أمشي لحتة تانية. اتفاقية صدقي بيفن 1943 كانت اتفاقية بين مصر وبريطانيا. أيوه. السودان كان وين؟ الاتفاقية دي زي كانت مجحفة للسودان. السودان كان وين؟ والله كويس عندك ذكرت معاهدة صدقي بيفن. نعم. إسماعيل صدقي بيفن طبعاً رئيس الوزراء المصري. الوزراء المصري وبيفن وزير الخارجية. البريطاني نعم. أيوه. ذهب إلى لندن في وفد من ضمن أعضاء هذا الوفد إسماعيل الأزهري. إسماعيل الأزهري مشى بهذه الصفة. عضو في الوفد. عضو في وفد عن إسماعيل السودان صدقي. يعني؟ عضو في معلش سيب التفاصيل دي عضو في الوفد بتاع اسماعيل صدقي بصفة ايه هناك حاجة تانية والمفاوضات تمخرت عن معاهدة صدقي بيفن. انت بتتكلم عن المسألة دي كأنما هي غلطة كده يعني. ما خليني اتم كلامي. طيب تفضل. فتمخرت عن معاهدة صدقي بيفن. نعم. صدقي في من لندن بالتلفون بشر الملك فاروق بانه وحده وادي النيل تمت وانه دي دره جديده في التاج بتاعه وهي فعلا معاهده صدق بيفن وحده وادي النيل. طيب ماشيه مع مبادئ الاتحادين. اسماعيل الاسري كان عضو في الوفد والاتحادين هنا وانا ذاتي كنت معاهم كلنا بس انتوا كنتوا على خلاف معاهم. انتوا تمثلوا الاتحادين الابروفين لكن برضه جبنا بتحفظات بسيطة بتحفظات بسيطة لكن ابتهينا بالحكاية دي وقامت مظاهرات. استنكرتم مش ظهور اسماعيل ضمن الوفد؟ لا 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 برحبنا زينا وزي الأحزاب الثانية بل كانت عندنا تحفظات بسيطة. قامت المظاهرات دي وخلاص احتفلنا بحدث وادي النيل. حزب الأمة قاموا بمظاهرة ساعدت فيما بعد. دي المظاهرة اللي كان من قادتها محمد أحمد محجوب. في ذلك اليوم محمد أحمد محجوب أعلن استقالته من القضاء وانضمامه للحركة الوطنية. محمد أحمد محجوب طبعا ما انضم للحزب الأمة إلا في عهد قريب. فيما بعد. في عهد قريب. الإداريين البريطانيين هددوا الحكومة الحكومة البريطانية في بريطانيا بأنه هم ما مسؤولين عن الأمن في السودان وأنه المشروع ده غلط ويتعارض مع حق تقرير السودان في تقرير المصير. مشروع صدقي بيفن. أيوة. وأنه حتحصل فتنة وحرب أهلية. وتمردوا على حكومتهم في السودان عشان كده المشروع ده انهار نعم. بسبب الإداريين البريطانيين والفكرة بلادها لأنه موضوع فيه حاجات كده ده مهم جدا. أيوة. ده موضوع مهم نحن حنتكلم عنه بالتفصيل. أيوة. ولكن أتم بس حاجة قبل ما تتم نحن حنواصل في هذه النقطة ونتكلم في تشعباته وأبعاده المختلفة ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل.